ثلاثة، السلطات الحاكمة العامة التشريعية. خولت المادة الرابعة من اتفاقية 19 يناير 1899 الحاكم العام سلطة إصدار منشورات بسن أو إلغاء أو تعديل القوانين والأوامر التي لها قوة القانون المتعلقة بإدارة السودان أو بحقوق الملكية بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها. وألزمت المادة الرابعة الحاكم العام بأن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها إلى معتمد وقنصل بريطانيا العام في القاهرة وإلى رئيس مجلس النظار الخديوي. وحظرت المادة الخامسة من الاتفاقية تطبيق أي قانون أو أمر عالي أو قرار وزاري مصري على السودان إلا إذا صدر منشور من الحاكم العام بالموافقة على ذلك. كان مشروع المادة الرابعة من الاتفاقية الذي أعده كرومر ينص على أن منشورات إصدار القوانين تتوقف على الموافقة المسبقة للخديوي والحكومة البريطانية. وأجاز المشروع للطرفين من وقت لآخر إسقاط شرط الموافقة المسبقة. وفي تبرير ذلك قال كرومر إن الرقابة الحقيقية على الحاكم العام ستكون من قبل الحكومة البريطانية عبر قنصلها العام في القاهرة. ولكن لا بد من ذكر الخديوي أيضا، فبالرغم من أن السودان كيان سياسي مستقل إلا أنه لا يزال له إقليما مصريا. وطالما أن مصر تتحمل أعباء السودان المالية فمن الضروري والمرغوب فيه أن يسمع صوتها. ولكن المادة الرابعة كما ضمنت في اتفاقية 10 يناير 1899 ألغت شرط الموافقة المسبقة ولم تجعل نفاذ القوانين التي يصدرها الحاكم العام متوقفا على موافقة الحكومتين المصرية والبريطانية، كما لم تمنح أي من الحكومتين حق نقض القوانين التي يصدرها الحاكم العام. وبالفعل صدرت في عام 1901 العديد من القوانين ونشرت في الجريدة الرسمية قبل أن ترفع إلى كرومر للحكومة المصرية. ولم يجد ذلك قبول لدى كرومر، فأصدر في عام 1905 تعليمات إلى الحاكم العام تخالف نص المادة الرابعة وتجعل نفاذ القوانين التي يصدرها الحاكم العام متوقفا على موافقة الحكومتين المصرية والبريطانية. وقد تم التخلي عن تعليمات كرومر في عهد خلفه ألدون غورست. ففي عام 1910 وبمناسبة صدور قانون مجلس الحاكم العام كتب غورست مذكرة للحاكم العام حدد فيها أسس العلاقة بين القنصل العام البريطاني في مصر وحاكم السودان العام فيما يتصل بالشؤون السودانية. ففي مجال التشريعات طلب غورست الحصول على موافقته المسبقة على كل القوانين التي تصدر من الحاكم العام في المجلس. ولم يضمن في المذكرة تعليمات سلفه بشأن إصدار التشريعات السودانية خاصة فيما يتعلق بالحصول على الموافقة المسبقة للحكومة البريطانية. ويبدو أن الحصول على موافقة الحكومة المصرية المسبقة على القوانين التي تصدر في السودان قد توقف في سنة 1912. ففي خطابه أمام مجلس الأمن في أغسطس 1947 قال رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي: وقد حاولت بريطانيا أن توجه الإدارة توجيها ينم عن إغفال مطلق لحقوق مصر، ومثال ذلك أن القوانين التي تصدر في السودان كانت حتى سنة 1912 تتوقف على قرار الحكومة المصرية كما هو مفهوم الوفاق. ولكن الحاكم العام أقدم منذ 1912 أكثر من مرة على إصدار قوانين دون أن يحيط الحكومة المصرية علما بها. نهاية كلامه. وسنرى عندما نعرض لمباحثات وزير خارجية مصر أحمد خشبة في مايو 1948 مع السفير البريطاني في القاهرة رونالد كامبل بشأن مشروع قانون المجلس التنفيذي الجمعية التشريعية أن الحكومة المصرية اقترحت تقسيم القوانين التي تصدر في السودان إلى قوانين مهمة وأخرى غير مهمة، وأن يكون للحكومتين المصرية والبريطانية سلطة البت في مشروعات القوانين المهمة. انتهى.